ما حكم الصلاة في النعل؟ لا بأس بالصلاة في النعال. سئل أنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. أخرجه البخاري. وفي الباب نحو من 15 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم منها الضعيف ومنها الصحيح، ولكن لا ريب في صحة الصلاة بالنعال، خاصة إذا كانت طاهرة.